اليوم احنا في برلين، باقا سيمانة على رمضان وما عندناش شباكية. غنحاولوا نقلبوا على شي بلاصة كتباع فيها الشباكية. سولنا واحد السيد قال لنا كاين شي واحد كيبيع شباكية مع الدورة، نمشيو نشوفو. شكرا سيد فلسطين، عطانا المشهد باك والزرابي، سولنا على الشباكية وعطانا هذا الشيء. شكرا بزاف لك. دخلنا لواحد المحل اللي صيفطنا عنده داك السيد، لقيناهم ماشي مغاربه فلسطينيين، سولناهم على الشباكيه وعطاونا هاد المشباك والزرابي. صراحه ما عمري ما سمعت هاد الاسماء. شكرا لهم، عجبهم الحال فاش كنا كنصوروا داك الشيء. شكرا للحلويات الايمان، حلويات الايمان برلين في برلين. هادشي اللي عطانا هاد السيد هذا قهمنا دغيا، ما عرفناش علاش، ولكن راه حلو بزاف. الوغ ما لقينا حتى شي واحد مغربي ولا شي عربي باش نسولو على فين كتباع الشباكية. قررنا نقلبوه في جوجل، لقينا واحد لادريس، نمشيو ليها ونشوفوه على الله. نونا انا اش تخاصر هرمان هرمان اش تخاصر شوف هذا نشوف هذا وقيل احسن. نقلبوا على الخمسة، ما عرفتش الخمسة منين، الخمسة واقع على زيد. وصلنا كنا غنصور راسنا. الصوت هذا اللي كيدير صراحه تيخلع بزاف. الور ليده ديال اننا نجيو لهذا القنت هذا ونقلبوا على واحد البازار، جاب لنا هذا السيد هذا، ولحد الان ما بانت لي حتى شي حاجه عندها علاقه بشي بازار ولا شباكيه ولا سفوف ولا تلو. احنا غنوصلوا ليه وهم لي فين جايبنا. انا كشري الشباكيه. هذا السيد هذا خرجنا حدا واحد السوق ديال الورد، واش باغي يفطرنا بالورد الله اعلم. الناس فين جايبنا اخويا؟ ما عرفتش اخويا، غالي بحال تابعه جوجل. جوجل اخويا راه مخرجنا في حيط. انا حتى شي حانوت مغربي اللي كيبيع الشباكيه، طاحت عليه واحد الفكره نقلبوا في ايباي، لقينا ولكن في مدن بعيده بزاف، يعني ما يمكنش لينا نمشيو لتما. الفيديو مالوغوزمون ما غاديش يكمل حيت ما غنلقاوش الشباكيه، ولكن نقدروا نديروا لابارتي دو. عافاكم خليو لنا في لي كومونتير لتحت. هذا ما كان عجبكم الفيديو ديروا لايك، وغالبا ما يعجبكمش وما ديروش ديسلايك. اللي مازال ما تفرجش في الفيديو ديال البارح غيطلع عليه دابا، وديروا ابوني باش ما تفلتوش الحلقه ديال غدا، وخليو لنا في لي كومونتير لتحت فين يمكن نلقاو الشباكيه. رحنا جوج مغاربه غندوزو هاد رمضان بلا شباكيه في الالمان.